رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت توقف الدوري يوم 12 مارس المقبل استعداداً لمعسكر منتخب مصر لخوض الدورة الودية الدولية اللي هيشارك فيها منتخبنا الوطني، وده بعد اجتماع رابطة الأندية المحترفة مع حسام وإبراهيم حسن لمناقشة طلبات المنتخب المرحلة المقبلة. فريق بيراميدز حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في مباراة لجمعتهم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري، وبكده بيحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، في المقابل بيحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 19 نقطة. البوركيني بلاتي توري لاعب نادي بيراميدز حصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري اللي أقيمت امبارح، وفي ده في مسابقة الدوري المصري. البنك الأهلي تعادل مع زد اف سي 1-1 في مباراة لجامعة الفريقين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري المصري. بهذه النتيجة بيحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل زد اف سي المركز الثاني برصيد 21 نقطة. نادي انبي تعادل سلبيا مع سموحة في المباراة اللي أقيمت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع 13 من عمر الدوري المصري، ورفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة، في المقابل قفز سموحة إلى النقطة 18. اتأهل ثنائي وادي دجلة علي فرج ومازن هشام للدور النهائي ببطولة هيوستن لرجال الإسكواش، واللي بتستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 110,000 دولار. منتخب مصر للكرة الشاطئية اختتم تدريبات امبارح استعدادا لمواجهة منتخب أمريكا النهاردة في الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة كأس العالم للكرة الشاطئية. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.